أنت أبداً ما تحب الوطن، يا أخي أنت ليش تكره الوطن؟ حب الوطن أكبر من كذا، يا أخي ليش؟ ليش؟ ليش أنا ما أحب الوطن؟ كل حد يقول لي أنت ما تحب الوطن، زين ايش اسوي؟ قرأت في كل الكتب، في كل الاوراق، بحثت بحثت هنا وهناك وهناك، كلهم يقولون كيف احب الوطن. حب الوطن يكمن في ان تعمر هذا الوطن. كيف اعمر الوطن وانا ما عندي فلوس؟ كيف؟ حب الوطن هو عبارة عن مشاعر يكمن في القلب، يتشسد في كلمات تغنى من قبل المنشدين والشعار. يا بلادي واصلي احنا براك، واصلي احنا معاك، والله يحميك يحميك إله العالمين إله العالمين. الأغاني الوطنية مطلوبة، ولكن حب الوطن أكبر من كذا أكبر من كذا أكبر من كذا. حب الوطن، لا لا لا، حب الوطن هو أنك تحتفل بالمناسبات، تخرج إلى الشوارع، يا سلام، ترفع الأعلام. وأيضا حب الوطن هو عبارة عن هجولة بالسيارات. نعم نعم، قود السيارة، واسحب الموتر، اسحب الموتر ولفه يمين لفه يسار، يا سلام، إلين إنك تصطدم واحد ويموت واحد منهم. ليش؟ ليش نضحي بشخص في هجولة أو توحيط؟ ليش؟ حب الوطن، حب الوطن، حب الوطن، حب الوطن يحتاج إلى أشخاص غيري، حب الوطن يحتاج إلى أشخاص غيري. حب الوطن، حب الوطن يكمن في أن تحميه. حب الوطن يكمن في الدفاع عنه. حب الوطن يكمن في طاعة ولي الأمر. حب الوطن يكمن في تحقيق الرؤية المستقبلية. تحية للوطن. يعطيك العافية. الله يعافيك جابر، مشكور وما قصرت حقيقة، عيشنا معاك بانفعالات مختلفة، وهذا حقيقة مطلوب في المسرح كثير، مطلوب حتى في الدراما، قضية الانفعالات بالإحساس. لو ترجع شوي عشان اللي ضابس، مطلوب شوي في موضوع التنوع، يعني نعيش فرحة ونعيش حزن ونعيش حالة هستيرية. في الأخير صار عندنا عنوان بارز اللي هو موضوع الوطن. هنيك على موضوع الأداء، وان كنت اتمنى بصراحه انه كان في اشراك مجموعه ممثلين ومجموعه شباب معاك، يمكن يعني تفضل. ودي اوضح نقطه، هو اول بدايه لما انا سويت هذا المونودراما مش علشان في قصور في الشباب اللي أكيد معي، بالعكس اكيد اكيد الشباب اللي معي يعني قدها وقدود وتمثيلهم افضل من رائع، اكثر من رائع، ولكن المشكله كانت عندنا يعني نص اخر او فكره اخرى،
ولكنها رفضت، فما صار عندنا الوقت الكافي في أنها يعني نتدرب على هذه المسرحية بسبب بعض الأشخاص خارج وكذا، فقررت أني أسوي مسرحية لحالي، وإن شاء الله إن شاء الله نكتمل مع نفس الشباب في المجموعات يعني في المرات القادمة ونسوي مسرحية متكاملة بإذن الله. الله يعطيك العافية يا جماعة، ولا الشباب ما فيه مقصورة أنا بدأ. عارف والله مقدرين وما قصرت، الله يبقى يعطيك العافية، بس الأغراض اللي نثرتوها كذا.